هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. بدينا بيناتنا وعلى طريق وحدة تمشين، واليوم كبرت عائلتنا والوقت خلى طابع علينا. دقدقنا في كل باب ومعاكم متلاقين، ترافقنا في كل خطوة، فتحنا المجال وقربنا الجيال، وفي شحال من فرحة المين. اللي فات مازال في ذاكرتنا، واللي جاي ثمرة عشرتنا. بالحبل اللي يربطنا نبتكره نتطور ونحافظوا على مقامنا، بالثقة في شبابنا وخبرتنا نبقاو على مهمتنا. نقربوا اللي كان بعيد، نطمنوا على بعضنا ونقويوا الصلة اللي بيناتنا. نسهلوا أمورنا، نتعاونوا على البر، نتسارعوا للخير، وهكذا نقوموا على وعدنا. اليد في اليد آفاقنا ما عندها حدود. اتصالات الجزائر دائما أقرب. مساء الخير عليكم، عسلامتكم معنا، صح فطوركم، صح شربتكم، اينما كنتم حيث وجدتم عسلامتكم معنا في العدد رقم 15 تاع رمضان ديالنا اللي مش عادي تماما. الحصه نستسمحكم على الامس اللي كان فيه عطب تقني، على كل حال خارج عن نطاقنا، متعودين تسمعوا الكلمه هذه تاع خارج عن نطاقنا من دون انا بيرسونيل مسامحة، عندي اكثر من 30 سنه خارج عن نطاقنا، هي داخله في نطاقنا بصح خارج عن نطاقنا. المهم انه نستسمعكم. للامس كان فيه ايضا غياب كل من الحصه ديالنا، وكان غياب ايضا لحصه اخرى داخله في الشبكه البرمجيه تاع قناه الحياه للاخت ساهو. اليوم نهار اليوم رانا متواجدين الحمد لله بفضل المجهودات الجباره تاع كامل ليكيب تكنيك تاع لا برودكسيون تاع قناه الحياه، اللي كانوا سهرانين منذ الامس الى غايه الساعه جوج متقدمه تاع المغرب، باش انه استطاعوا انه يحاولوا نجيبوا لكم المباشر هذا تاعنا اليوم. ان شاء الله نهار اليوم ليميسيون تاعنا راح تكون بيان، راح تكون طوب، راح تكون لاباس حسب الريتم تاعنا اللي هو راه بدا يتماشى، يعني اكثر من ديازار. انا اليوم 21 رمضان، عسلامتكم معنا، وتحيه عطره للاستاذ فؤاد. مساء الخير صديقي فؤاد. مساء الخير عليكم، صحه فطور بعيد راه 4 كيلومتر صديقي فؤاد، مساء الخير. صحه فطور المشاهد الكريم. الحصه تاع اليوم حجوز فور باسكو لي زانفيتي تاع اليوم، باسكو لي زانفيتي تاع اليوم ماشي نورمال، ماشي كاع نورمال. عندي الاول برك سيرتو ماشي نورمال، ومن بعد راح ندخلوا في النورمال، ومن بعد راح في السوبر نورمال. نحاول سوبر عندنا النفطال بصح عندنا احنا اليوم نورمال. مساء الخير الاخت فاطمه. اي سما راني حداكم اليوم. مساء الخير. مساء راكي لاباس الحمد لله. مساء الورود، مساء الالوان، الله الله، مساء واش نقول، هادو كاع هادو كاع. مساء الخير عليكم، صحه فطوركم، صحه فطور مشاهدينا. ان شاء الله تكون ثاني حلقه ممتعه للمتابعين المشاهدين تاعنا طبعا. اكيد متابعين. بارك الله فيك، شكرا لك. ومساء الخير للاخ صفوان. اليوم غيرنا اللون تاع العفسه هذيك تاع شايط ولا هذه الفولار؟ فولار اي بدلها انا، لازم تبدل شويه. قالوا لك واش كنت داير لا كولور؟ درت الاورانج. درت الاورانج هذا واحد ما دري غير اورانج. اورانج بدل خلاص هذه درت لك البوردو. يا سيدي ديديكاس لك. ما قلت لك مرحبا بك صوفيا، صح فطوركم لا تيم تاعنا. دونك احلى تحيه وارقى تحيه لكل المتتبعين الاوفياء لبرنامجنا، اكيد طبعا على قناه الحياه. دونك مازال متواصلين ومازال رمضان يعني بحول الله، انا في العشر الاواخر ان شاء الله حنكملوها يعني. امين 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 يا رب العالمين. وكما قال المقدمه الهائله تاعنا تاع الاستاذ فؤاد، قلنا لكم لينا اليوم عندنا دي زانفيتي هايلين ممتازين، اللي راح نتكلموا على عده محاور، راح نتكلموا على الانتاج، راح نتكلموا على التنشيط بمختلف انواعه. نعم لازم تعرفوا بلي كاين التنشيط من التنشيط، تقديم اخبار، تقديم حصص، تقديم دي زيفانت، غيرها راح نتكلموا عليها. وراح نتكلموا ايضا على المبدعين اللي استطاعوا من خلال تواجد المنصات انهم يبانوا شويه هكا، يبدوا القدره تاعهم، وينتظروا الهاتف يعني ويرن في انتظار انه بالك ربما يدخلوا في عالم اخر ان شاء الله. هما كانت عندهم محاولات، ومحاولات قيمه وكانت ممتازه، وحيث هما كان عندهم تجربه ايضا في الكتابه. هيا ما قلتش بزاف، هيا سي بون درت لا بريزونطاسيون. نقول لكم الانفيتي تاعنا نيميرو 1 ابعد. انا كنت قاعد نرشف النور تاع ريستورون كنت نخدم فيه، زادوا هما فسخوا سلاح، حبوا يقتلوا الشيخ اللي كان يقرا في الجورنال. واش ندير انايا؟
ضلت مديد نار شرش 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 رصيتهم حتى جو لي قاعد كورت عشي معنا ايه وحكمهم على باليش انا يحكمهم الى لغة زمان يكونوا قتلوهم ما بدي كانوا جايزين يكونوا عطاهم بس كهما بيحبوش يخلوني براس مافيا لا حول ولا قوة الا بالله اسمه هذاك الشيخ تاع الجرنان حاجة سمينة حاجة خشينة مهبول انت هذاك يزقونوا الحاج تيرانوفا هذاك لاكامورا قاعد تحت يده ولحقوا عباده وين قال لك لاكامورا تحت رجله واش قال لك على الهده اللي درت له؟ قال لي بوبو انت يا بتويو سلك لي ايماجين نعطيك سلاح اوفيسيال طليان قاعد تسوقها زاد قال لي دير كريتيك معايا في لاكامورا وزيد لك بنتي ايه قلت له واش رجعت له؟ انا قلت له كاين واحد المثل في الجزائر يقول لك رجال برجال ورجال بالله راجل ايه وقلت له فيما يخص بنتك هذه يا تزوجني بيها ولا انا عندي كتيبه بنت سي الهبري في البلاد تسنى فيها يا ايا ما امنتونيش بوبو انايا نابولي سيسيليا تورينو الاستاذ امين رابح حاضر معنا في البلاطو تاع رمضان ديالنا ماشي عادي ربما عادي اول مره الاستاذ امين الاستاذ رابح الطبيب سفيان داني اخويا الطبيب تاع لي زيميسيون الله يطول عمرك شيخ واش راك الله الحمد لله صحه رمضانكم صحه رمضان متابعين قناه الحياه صحه رمضان فؤاد خويا فاطمه اختي وصفوان صاحبي وسفيان الله يحفظكم منورين ما شاء الله اليوم كان عندنا فرصه كبيره خاطر الاستاذ امين لازم تعرفوا تقني شكون سبايلوفسكي عنده لاجوندا ماهوش حابس راه شوف قلنا جماعه ليكيب عندي هنايا ضامن نعطيها لكم هكا دير لي في الباشر هكا دير لي هذا عمل صعب خدام سيد راني معروض بروجواندر راني معروض برك خدام نقول خدام راني معروض بعد العين راني معروض خدام عند صاحبنا امين عند صاحبنا سامي عند سامي المستر سامي في ليميزيون تاعو راني معروض حكم طرونسون فيبرار حكم طرونسون فيبرار راني معروض جاست هكا ان شاء الله يا اخو ان شاء الله مليحه جا فيها الخير خويا امين صاي يطلق روحك بديليش هكذا شغل راني نطلق روحي سيد ماكش معايا راني الاز يا فور لا بال راني معروض عندكم ماقدرش نطلق روحي دوكا اطلق نبدا انت انا نتورني ولا لا رانا لايف ما تخافش عزيز استاذ امين لي جوستومون دابا شفنا ان باساج تاع لا برودكسيون بوسلاح لا جوز في قناه النهار سمعت بوسلاح منا سمعتها بوسلاح سمعت حوشه كروحو لا بالي الاخر انا مع سفيان الاخر وساكت صح عقل وساكت حسبيك او حسبيك سفيان انا تبع البالون سفيان لي معلومه ليبيا سي المشاهد الكريم يقولوا بلي بوسلاح هي سلسله تمر على قناه النهار بمشاركه الاستاذ امين والاستاذ فؤاد في كاع اساتيد وانا في المزيد انا لا في الجامعه انا في الجامعه الجامعه ان شاء الله بوسلاح لي هي قصة سي اون سيغي دو قصة تاع واحد خرج من القبر وكيبدا يقول لك حرام فور هي حكاية تاع اللي كتبها سيناريست عادل ولا سي با سي اسمو سلسلة شابة واسعة فاست حكاية تاع انسان قصة خيالية فوالا كيما كاين الافلام الخيالية بزاف نشوفوهم في كاع العالم كاين افلام خيالية هذه سلسلة خيالية مع لا برود ويلكم يعني ما شاء الله اكسبيريونس الله يبارك اللي ديت الدور تاع بوبو ما لعب معنا بمشاركه الاستاذ فؤاد زاهد كاين بزاف اللي لعبوا فيها لي زاكتور قدم ثاني لعب معنا كاماتشو قدم قدم علينا فراطر قدم ما شاء الله انا نعيشوا في تجارب كل يوم جديده تجربه جديده كل يوم هذه ماشي لا بريمير اكسبيريونس تاعك انت في الدومين تاع لا برودكسيون اوديو فيزيوال ماشي المره الاولى ديجام اكسبيريونس خدمت ديجا مع تي سي او مع ثاني مع طارق حشمان ومع صالح زيوي ثاني عنده تيست كنت في الكتابه المخرج صالح زيوي كنت في الكتابه وما تشاركت كممثل فوالا ثاني سي بيان اللي هي لا سيري تاع اندو تيست كاميرا كافي ستيل كاميرا كافي ستيل كاميرا كافي اللي كانت فوق في سنه 2021 دونك هذه سافا سي اون دوزيام اكسبيرونس مليحه لا بلو نسعى الجمهور لو كرون بوبليك يعرفك بوكو بلوس في لي ريزو انه انت مين ذاك تحكم اكثر في الجيتاره ماشي صف فاضي انا كنت صغير درت شويه تياتر ودرت موسيقى انا وليت شعبي فهمت انا كنت
على باز عندي دي بي اس تياتر لعبتهم كنت صغير في المسرح المدرسي، ومن بعد زدنا رحنا كنا نروح لي ميزون جان، زدنا درنا تياتر، ومن بعد زدت درت كونسرفاتوار العنقة، مدرسة العنقاوية اللي حيهم تاني ولاد حومتي العنقة لا فامي العنقة، زدت درت في بلاطو شوية، تكونت يعني شغل عندي يوم باز صغيرة. صافا قدرت بعدها رحت لي ريزو كي ما لقيناش الدعم راك تعرف الكاستينغ شي ماشي الدعم بالك ساموية وسيله باش وسيله باش بنا حنا انا بديت فيسبوك بديت نغني غنيت الاغنيه تاع الحليب والناس جاوبت معايا ومن بعد هاي حلات بديت نغني بديت نجيب 45000 مشاهده بعدها 50000 مشاهده من بعد 100000 مشاهده من بعد 200000 مشاهده بلا عقل بلا عقل حتى بديت ندور في الاميليون بعد 3 مليون ومن بعد زدت من بعد صحابي دير انستغرام دير انستغرام دير انا تاع انستغرام كنت نشوفهم كنت نقول يا انا دوكا ندير انستغرام فاهم نورمال لقيت روحي ندير في ستوري هكذا الناس جاوبت معايا صافا حنا باش نبينوا روحنا بكسل في لي ريزو تخرجنا من لي ريزو يعطيهم الصحه يا خو لا ولا بصح نظن بلي هاد ليكسبيرونس هادي درتها مع بوسلاح تجيك اسهل كو ليكسبيرونس اللي كانت الاولى اللي كانت صعيبه اللي كانت صعيبه وي بصح انت شارك في الكتابه فيها وي باسكو انا الغناء تاعي انا نكتبو لي بيرسوناج دوك نكتبهم هما تستاوني الا نعرف الا نكتب كي كتبت يا بيان مع صابوا بلي عندي افكار نقدر نشارك في الورشه الله شاركت في الورشه وصافا جات الحمد لله فؤاد ولي امين روحوا غير بالعقل خويا مين انا يا خويا سي دوزيام اكسبيريونس هذه مسلح مي من الاولى والثانيه ماشي كيف كيف الاولى سان دو ميناج دوزيام سيكونسي صح واش تعلمت بلا دوزيام اكسبيريونس على حسب ما شفت انا وشاركت لي كوميديان اللي لعبوا معك سي دي كوميديان كاع لاباس بهم كاع دايرين مسرح دايرين سينما الاخرانيه خالتي بوعلام فريده خالتي فريده كريده كريم نحيوها بهاد المناسبه اسكو تعلمت من عندهم اشياء واش تعلم وخاصه المخرج كان تونسي اول مره تعملت مع مخرج ماشي جزائري تونسي ماشي جزائري واش اباك شو اسمع واش نقول لك دوكا لا اصغر هذه كاين واحد ديفو واحد لي كيسيون هما كيسيون ريبونس زعما قول لي واش تعلم والو تعلمت والو كيفاش كانت ليكسبيرونس مع التونسي؟ باينه واش حك عبير لا باسكو كاين مخرج من المخرج باينه واش تعلم شغل يقول لك او يقول قول باللي تعلمت حاجه لا واش تعلم كاين مخرج من المخرج هي تجربه جديده هي بالنسبه لي انا تجربه جديده هي الاخراج الي يونيفرسال بصح كل واحد كيفاش يدير الاخراج ديالو كيفاش لا ديريكسيون دو كوميديان هو دوك في لايطاب اللي هو فيها الى بوكو بلوس ابروندر دو كوميديان كيما انت اللي تحاكموا تلعب كو كي يلحق لا تكنيك هذيك اللي يزيد يعلم هو دوك الاحتكاك الاولى اللي هذيك اللي تهضر عليها هي جايه ان شاء الله الاولى سي بوكو بلوس الاولانيه سان دو ميناج قلت لك يا اخي شغل شغلت في ديريكت الخشابه دوزيام سيكونسي شغل مازال ما خدمت سيري لاج بزاف خدمت فايس ما جازوش كان عندي مي بروبر بروجي تاعي هنايا اللي ما جازوش مازال ما امنوا بهم الناس ان شاء الله يامنوا بهم ونخدموا عليهم ان شاء الله بوسلاح قلت لك بروجي واسع اللي فيه بزاف لي كوميديان من مختلف الولايات فاهم كل واحد تخترفد منه حاجه انا عندي عفسه انا شغل كاميليون كي نقعد مع واحد ينسبيريني نرفد منه حاجه وبوبو البيرسونج اللي لعبته ما جانيش واعر بزاف باسكو شغل ماشي بك كذاب كذاب انا بك ماشي كذاب فاهم شغل مام الانتوناسيون اللي خدمت عليها وكذا ما جاتنيش واعر ما دابين نعيشوا تجربه جديده سهله تلعب كذاب ماشي سهله باسكو فيها لي باشيره اي باسكو عباك كذاب كي تكون تلعب زعما كي يكون نقول لك زعما انا عباك كنت نعوم راني نعوم ضرب دراعتين افون من بعد عباك شغل نبدا نتخايلها من بعد عباك سفيان عاود وليت لاري راك تكذب تعيش الكذب باسكو الميطومان لازم تعيش الكذبه يامن روحه والميطومان لازم يشفى يشفى الكذب ديالو ويقول لك الهلا نلحق من الدار ويلحق هذه اللي يحيرك لا يقول كذاب والله ما سهلك ماشي سهله كذاب صح ما عليه تجاوب الاستاذ يقول له قال ما تعلمت والو يا خويا والله غير فتر ابك انا كل يوم ابك تكون ارتيست لا بوزيت على المخرج باسكو داخس بزاف المخرج كان يقعد معاه بزاف حبيبي الاخراج حبيبي تكنيك وكذا كنت نشوفه كان عجبته كذاب ولا لا
ما عجبتوكم كوميديان ومدلي شغل. قال لي ان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى. وقال لي شغل شارف اللي خدمت معاك وكذا. قال لي انت فنان متكامل كما يقولوا. الله الله والحمد الله لله الله يا اخو تعلمنا خلاص راك في هوليوود في رجلي. شيء جميل يعني في امين يعني انسان شعبوي ينتمي الى حي شعبي وشيء انسان طبيعي ويعني يحب البساطه يعني ربما هذا هو الشيء الجميل اللي راهو يزيد فيك ولك يعني ان شاء الله تسعى للنجاح. انا جميل. انا القاعده ديالو ما فيهاش شغل. لا 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 الناس لا لا الناس برا. لا 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 يحفظك الغالي. احنا ولاد احياء شعبيه ولاد بيرون وليد البحر وليد الروشي فوالا لازم نزيد نقعد هكا باش الروشي كاع يقعد هكا. انا نحب حبيبي أباك الحي الشعبي واش يزيد لك؟ أباك تنوض تنوض بإيدي ترقد فكرة وتنوض فكرة فاهم شعبي نقول لك شغل كي تكون وليد حي شعبي صفوانك أنت ثاني وليد حي شعبي وتعرف شغل حي شعبي وحده خويا العزيز فاهم سيناريوهات كل يوم العفسة العفسة كاينة فاهم الدور عند مول البيسري تلقى هكذا إيدي من بعد الدور عند اللي يبيع السردين إيدي وكاين الحومه اللي هما تي دي بيرسونال بو سي دي بيرسونال يزيدوا لك المهم هو اللي با اكتيف انا نعرفه شخصيا يعني ما على العام هكذا مام يعني في الحزن تاعو هكذا في الفرحه تاعو هكذا وما يخفيش انه يعني امين نعرفه شخصيا يعني جاز على اون بيريود ديفيسيل تري ديفيسيل خطرات نعرفه شخصيا نو 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 والله صاحبي 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 صفوان باسكو نعرف انا خويا خويا شوف شوف فؤاد باسكو يعني لو كان ما عندوش قوه الشخصيه لو كان ما جاش يحب المجال تاعو والله ما تشوفوه هكذا باسكو صح الى باسيد اون بيريود تري ديفيسيل و كيما نقول لك اللي في القلب في القلب هذه يا خو كاعبك جميع انسان يجوز بتنكد علينا اخويا برك جميع انسان يجوز على مراحل هكا لازم يكون عندك شويه صبر وانا توفات لي الوالده والاخت هذا السوجي شغل ما نحكوش على حكيت عليه بزاف كل واحد يجوز على مراحل وتحيه تقدير وعرفان الابي بابا اللي راه واقف قلبه ربنا هذه يعني نجيو تحيه نوضة دوكا تشو صفوان نوضة هاي نوضة يا روح شفناها ريسامون أبا كان في التلفزيون اللي عندنا هنا عشق دائم وراح نشوفه في الزابينغ يريدون يعشقون يا رأي أنه يشوفوا ضيف يدمع اتعجب انا والله غير كاين واحد لي زيميسيون يعني دوكيومون اللي يكون فيه غوستو انا نضحكوا تعاود تفكروا بواحد الذكرى شكون ما علاش يموت يعني بس تقويه تقويه امين على بالي الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله وشفناه ريسامون ثاني سفيان في دخل المجال شفناه يعني سقمها وحدك شوف بدا سقمها سقمها شوف هذا الانسان بدا من نقطه الصفر يعني ماك دخل مواقع التواصل الاجتماعي ما داتك بتي تابتي دخل المجال لوديفيجيال ولا يخدم يعني دي برودكسيون عطاو له دي رول وشفنا ثاني ريسامون سي بور لا بروميير فوا هذا العام شفناه في مجال يعني التقديم قدم برنامج كانت تجربة ليه جديدة ويعني كان هو فرح على بالي بالتجربة تاعو في تقديم البرامج ولكن ربما يعني المجال هذا وطريقته في التقديم والبرنامج ديك بالك عنده ان موفيز اكسبيرونس فيه هي اكسبيرونس جديده في التقديم وعجبتهم تما في لابرود وصفقوا وبكاو كاع كي نقدم باسكو قدمت سبونطاني كذا ولكن كولاسه كانت شويه قدمنا في ظروف صعبه وماذا بيا العمل هذا ما نحكيش عليه باسكو ما تقدرش دير كلش ما تقدرش تكون بارفي في كلش راك شايف بالك ما وفقناش في حاجه وان شاء الله نوفقوا في واحد اخرى فهمت الحمد لله الانسان اللي عنده باجاج فني كما يقولوا عنده شويه باجاج اللي شغل كاين عفايس يغطيو لك كاين غلطات درناهم يا خو بالك نطلبوا ما مسمح من الجمهور تاعنا اللي لازم تكون على يقين امين انه في اي مشوار ممثل لاعب كره قدم فنان كاتب مقدم برامج واش تحب كاين امور اللي ماذا بيك تنساهم اي والله ماذا بيك تكون على بالك وبصح كان ما تجوش عليهم ما تتعلمش ما تتعلمش ما تتعلمش وي انت اللي يقول لك بلي انا ناجح من البدايه الله هذا كذاب فوالا ما بين داك فالتي حاجه بوبو شوف مع بوبو هذاك قول لي في لافي سي توت افي نورمال انه تقدر دير انتاج سي اون اكسبيريونس نتعلموا شاك فوا اكسبيريونس جديده دير انتاجات قرعه ثاني ما تقلقش روح كاع ما شفناهمش ما شفناهمش بارك السجاد وهكذا خلي في الستر خليها في الستر هاي فاطمه قول لي برك مادام كانت عندك تجربه يعني في الموسيقى زيد ثاني في التمثيل وخالط هذا العام تسمى شخصيات راك عديت تجربة مع مخرج تونسي ما شاء الله وبديت ما شاء الله في المسرح المدرسي علاش ما خممتش زعما دير ورشة تاع الكتابة وحدك ودير سيت كوم وحدك أنا يا فاطمة نجاوبك كتابة أنا يعني أنا سلسلة يكتبها يعني أسمع إيه؟ نقول لك أنا كتبت سلسلة وعندي زوج
كوميدي ميوزيكال عفسه اوريجينال. رحنا باش انا وصحابي، كان فيها رمزي زنقة، كان فيها كريم، وكان فيها انيس، كانوا فيها كتبتها ليدي ديال انيس الحراشي. انيس الحراشي كنا فيها عباد يعني ما شاء الله لي كوميديان اللي نحيوهم. رحنا باش نتفاهموا مع القناه ديال العام اللي فات، مدت القناه مع طول دقيقه الاخرى ما حبوش يخدموها دقيقه الاخرى، طوني لا بروجي، رحنا كل واحد في حاله وكذا. العام اللي فات كملت كتبتها هكذا، هذا العام كنا حنديروها منا هكذا، زاد ما كفاناش الوقت دخلنا فيه بوسلاح وكذا، باسكو عفسه اوريجينال لازم نخدمها بيان، وشغل عفسه كوميدي ميوزيكال تشوفوا ما محينا فيها امجاد الماضي، حلمي وقسمطيني، رشيد قسمطيني، يعني درتها كتبت سلسله مكتوبه ومدروسه بدقه. ان شاء الله راهي عندنا ربحنا محتوى، راهي عندي ان شاء الله العام الجاي ولا يجي وقتها نحطوها ان شاء الله. انا نقول لك مزيان ما درتهاش مزيان بالك خاطش هذا العام كيما راني شفت حبيبي راه عندك دوك شغل، راك دوك تكلمت على واحد التجربه مثلا في التقديم بالنسبه لهذيك الامور هذوك ما ساعدتكش، باسكو انت راك ما تنساش تشتت شويه، وهذا دائما الكونساي شكون جاز معنا هنا قلت له ودي ماشي مليح تتشتت تتشتت قلت له يا ودي لازم تحكم طريق، اذا كنت تنجح ولا ما تنجحش تحكمها بلاصه تكون مقيب برك. انا يا خو كاين دي بروجي بالك باطل تلعبهم كي يكونوا مقيين ويزيدوا لك في ليماج تاعك من داك بالدراهم وما تلعبش خوك فاهم يلعبوها دراهم من داك شغل يا خو تسكري في حاجه ولا تخسر ايماجك فاهم الناس باك يكونوا يحبوا بوكي يكرهوك فهمت بصح ما تنساش امين انت او ديبي داك يعطوك فكره تاع برنامج انت ما على بالكش كيفاش على بالكش واش كاين ماشي انت مع الاول تقدم ما تنساش بلي كي تكون لاكريا تاعك سمح لي كي تكون لاكريا تاعك كيما واش حكات لي اختي فاطمه قالت لي على علاش ما ديرش حاجه راني داير حاجه تم عندي شوفوا شغل بصح ما تقدرش دير كلش وحدك كي تلحق الحاجه باش تورنيها ولا كي تلحق البلاطو عندك تكنيك عندك كلش كي فاهمه لازم تنحط في البلاصه المليحه في لا بون فواك شي يقولوا هكا ياك ولا بون برودكسيون كي يكون تكون علبه انتاج مليحه لا بون ايكيب لا بون ايكيب شوفوا شغل تلعب دور كبير فاهم ان شاء الله راه عندنا احنا عندنا كلنا طاقات ماشي غير انا كاع الشباب الجزائري ان شاء الله يعطونا الفرصه ان شاء الله يا خويا ان شاء الله احنا نزيدو نشوفوك في امور اخرى ان شاء الله ما نطولش على حبيبي وي خويا كثر خيرك يعطيك لنا بضع دقائق القلال هذوما كثر خيرك والله انا حلات لي معاك ماشي على بالي بصح سامي يقدر يعيط يقدر يعيط يعيط على بالي سامي الاخير وي دير زابينغ سات او يدير زابينغ زابينغ سات لا لا زوم سات زوم سات زوم سات زوم سات سبع سنين سبع سنين الله يبارك ما شاء الله من الله كل عام جاي زابينغ ويت زوب ويت يكون يكون ان شاء الله سامر الزوم ان شاء الله ان شاء الله لا لا ما شاء الله يا اخي لا لا هما يخدموا ايكيب سوا تاع صالح وإينا وحبيبنا الحراشي بيان بيان مقيه حاجه مقيه شوفوا هي مليحه ثاني بصح كنشوفوا سامر هو يجي يقلبها يجي يدور منا يتجوز منا سامر كيفاش يقلب يجوز ما يجوز منا يجوز بزوه ثاني كنجوز حنا نديروا عليه زوم خير وي وي ولا يدير زوم على روحه هذاك هي سهله قاعد هكذايا كل عام بصح حتى زوم يشفناك في عمل خلينا نشوفوك واش دير انت ثاني ايه وراي سبع سنين باك سبع سنين واحد تزوج عنده دراري وكبروا وكبروا دخلوا لاكراش يقعد يقعد سان كونسيبت مليحه يحترموها لا لا هو ديكالي طوب مليح بصح حنا مشالوا مشالوا ناس بعدوا بصح حنا ماذا بيا نقلبوها هذوك حبيتو منا حبيت زومي لا لا الحرب حتى منا تخدم وخلينا حنا نسوميو اخ مليحه مليحه يجي سامي لحقها له قول له خليك تقول هذا نقول هذا يلحقوها له نحيوه على كل حال نديروا انترفيو شباب انا وياك باش نخلي حبيبي يروح انترفيو هايل حبيت نسميها انا نجرب غير قلت انترفيو قلت قيطاره انت معليش معليش رايك كي جبت قيطاره مالا نديرو عفسه شابه انت ريبوندي لي بالقيطاره نديرو ريبونس بالقيطاره انت ريبوندي لي ماشي بريبونس بالقيطاره انا كنت حاب نغني لك قبل ما نروح زعما كانت ما شغل قاعد فيها انترفيو لوكا بالقيطاره نديرو قيطاره مليح نجاوبك لا لا تجاوبني بالقيطاره نقسمو نص طريق يا ريقل انا دوك انا نعطيك الانترفيو اللي وجدتو انا سهل هو الانترفيو امين كاين منا ولا ما كاش دوكا فيك دوكا جبت لي الجيتار هاي دوك نامبروفيزيو هاي راه نامبروفيزيو تما دوك انت لا ريبونس تاعك عطيني كاينه منها ولا ما كاش جيتار زعما مثلا عندي واحد صاحبي وعيط لي اون لايف بيسري واش راح دير نورمال لو عيط لي انا هنا وعيط لي كوبي لو بصح نورمال شو تي في الجامعه تاع واحد يعيط واحد ربع خطا تكوبي تكوبي انت كي واحد كوبي لك ربع خطا واش تفهم كاين بزاف اللي يحبوا يعاودوا علاه خدمته يعاود زعما سقسيك كيما ها شو مازالوا يعيطوا انت كي ما ترفدوش في الاولى في الزوجه في الثالثه كنت تلقى يحبك بزاف هذا ما يتوسوس لكش كاعك ما يخمم زعما كوبالي صح هذه قول لي دوك دوك لا ريبونس تكون نجاوبك نجاوبك بغيتارة جاوبني ميلودي كاينه ولا ما كاش لا تقدر لها هذه نقدر لها حكم لا تشو لاكام خاطش كاينه منها لازم لاكام واعره هذه كاينه ولا ما كاش
قراتو مثلا الاولى الاولى دوك من راسي ماشي مكتوبه هنا باش نشوف كيفاش ديروميكانيك ديروميكانيك حبيبي والله غير عادي مغسيل خلاص سي بون لا 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 من العام الجاي ما يوليش كوميديا يولي مخرج اسمع من العام الجاي امين امين يدير عاود اكسيون سفيان دار هادي دار خلاص مخرج صح ميكانيك ولد صغير عرف ميكانيك لا ماشي حبيت برك ندير تحيه لهذيك ليكيب تكنيك تاعنا اللي مازالوا ملاشطين باش يسقمونا واحد العطب وشنو ليكيب كانت تقدر ديروها فيبرور سو كان تهضروا بيناتكم والكابل هذا يجوز منا ديروا في بالكم واحد الجماعه يخدموا هذا ما كان سينو جا با بروبليم ندير واحده من راسي هكذا ميكانيك ميكانيك راه ميكانيك خويا فؤاد ميكانيك خويا امين وي خويا كاينه منها ولا ما كاش قال تلبس في الصباط 48 ما كاش منها وما كاش منها مليح هيا ومن بعد كي تكون حاجه كاينه امين كاينه منها ولا ما كاش كنت داير جروب شعبي ومن بعد ما خرجت عليك العرس قلبت هاد كارير سولو كاين منها كاينش منها كاينها منها طيب مازال الجروب صح مازال نخدموها كالي سبيكتاكل خويا امين كاينه منها ولا ما كاش ماشي انت اللي تكتب الاغاني تاعك يكتبون لك واحد تحومتك ما كاش منها يوم ما كاش منها ما كاش منها ما كاش هادي كاع ما كاش منها من قلبه يا خويا امين صولا صعب هادي صرا لك صعب ماشي خدام صرا لي فوزي ما يعمل صحيح انت واعره يا نحيها راح نحيها منها ما كاش منها ما كاش منها نحيت انا وحدي انا عاود ما كاش منها خلاص صاي صاي كاينه من اخويا امين ولا ما كاش منها انه ممكن تصرى لك زعما حكا ديسبيوت معك شي واحد هكذا انت انسان شغل دوكا عرفنا التومبيرامون تاعك تسكت ما تقول والو تدخل للدار تكتب له زوج كتيمات تبعتهم له ستوري ما كاش كاع صحيت هادي جامي ترا دير قابل انا قابل قابل كاينه منا ولا ما كاش خويا امين انت سبيسياليتي تاعك ابار بكري كنت زعما من داك الدندن عرفت لي زيفان ما طراتي حتى واحد خاطش اوبليجي باش بيان سو تكون اون كونتاكت وكاش ما تكون خدمه ولا معبود ما وما كاش منها صحيت وما كاش منها صحيت صحيت لي زيفانمون ما نروحش بزاف خو ما نروحش بزاف كاع ما نروحش بزاف كاع ونقدر ما نروحش لازم تروح ماشي خذ تجربه من عند واحد ما يروحش لا لا كلكو زيفانمون نقدر نروح لهم يا خو اللي فيهم عباد يصرخوا خذ تجربه من واحد ما يروحش كاع ما نروحش كاع لي زيفانمون وما يحبوا تروح ما يحبوا نقدرش ما اقدر اسمع تاعو يخدم يخدم اوه هنا امين لا 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 تبي يتفكرك باش ما يتفكرني في ايفانمو والله لا مش حدير كاينه منها ولا ما كاش منها شغل كاينه منها هذه بصح لا لا كاينه منها لا لا ولا ما كاش منها خويا امين كاتب ديجا سيناريو من قبل بصح من بعدها ما قدرتش توزعو بصح لقيتو يتلعب في التلفزيون كاين منها كاين من قلبه على بالك كاين منها من قلبه من قلبه خلاص كاين منها ولا ما كاش منها هذه التاليه خويا امين انسان متعدد الخدمات وش هي الناس حقرينو ولا ما عطاتش لا شونس برك باش يطرطق يبين الناس حقرينو ولا ما عطاتش لا شونس ولا ما عطاتش لا شونس حقرينو يعني كاين منها كاين منها زيد لي كاين منها كاين منها كاينه منها فور خويا امين ميرسي سايتي ان بليزير ميرسي بوكو سلم لي على كم ليكيب تاع زوم ربي يحفظكم قول له قال لك صوفيا ماذا بك حتى تجي منا نهضروا عليك شويه والله غير عرضتوا الى ما تعرضوش دوك عباك دوك الصغار يعرضوا الصغار
والكبار الكبار الكبار يعرضهم غير الكبار لي غرون لي غرون بروديكو يعرضهم غير لي غرون. لا انا صغار احنا مازلنا صغار احنا مازلنا احنا خونا سامر خونا دي لي مشاكل تاعك سفيان مش قلت لك احنا صغير انا صغير بارابول سامر دوك شان كيفاش راه ان شاء الله ماشي كيف كاع ان شاء الله نتلاقاو في اعمال اخرين وفرحت اول مره تاكيني فيه برك هذا ماك صاحبنا ولا كل حال عزيز ان شاء الله نتلاقاو في اعمال ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم فرحت كي جيت اول مره عندكم مع سفيان مرحبا بك كنت حايب نكون معاك ديجا وان شاء الله يا اخو ماشي راديان يا رادي ان شاء الله نتلاقى هكذا ان شاء الله فيها خير فؤاد ربي يحفظك انا اكن لك كل الاحترام وتقدير اختي فاطمه شكرا ربي ينورك ربي يحفظك صفوان ثاني ربي ينوركم صحه رمضان كل الجزائريين وكل الامه المسلمه وربي يكون مع خوتنا في غزه خاصه قلوبنا تتمزق معكم كل يوم وربي يحفظكم وسلام ميرسي خويا امين شكرا لكم كان هذا الانفيتي على رقم واحد تلاقوا بكم بعد هذا